بحر غطسة وتبحيرة. الله يعيشك. نحن تو في الحمامات، تعطينا كلمة على بحر الحمامات. الله الدنيا سمحة وجوها أحلى جو الحمامات وناسها سمحة وفما شوي معناها كل بلاد ورطالها وانت تعرف معناها كل بلاد فيها السمح وفيها الخاي. منين جيت؟ جاي من ولاية توزر. ولاية توزر ولاية الدقلة. ولاية الدقلة ما تمديت تقيش عليه ما بحرتش في توزر جيت الحمامات. عناش بحر وحنا ديما تحت السفرة معناها. أنا بحر مزالي حضر فيه. سمعت في قفصة غرقوا ثلاثة في البحر البارح. والله ما سمعتش بها هذه منك نسمع. ما عندناش بحر احنا بس. جاي مع شلة الأصحاب ولا عائلة؟ جاي مع شلة الأصحاب. عندكم مدة لهنا؟ عندنا برسك 5 أيام اليوم. وقديش ناوي تزيد؟ ناوي نزيد 5 أيام أخرى. 10 أيام بحر وتفتيق؟ 10 أيام بحر وتفتيق وشراب ودنيا أخرى. وخمور. وخمور ودنيا أخرى. شنو كارين لهنا ولا كيف؟ كارين إيه كارين في وين؟ أنا في دار الحصيل ونعرف كان نمشي احنا. وكيفاش تعدي نهارك لهنا تفيق الصباح حتى لين ترقد؟ والله نسهر للخمسة في الشمبري مع الأولاد ضحك وجو وكل شيء نصبحوا ومن بعد نهبطوا معناها نعملوا جو وكل شيء فهمت كيفاش؟ تعدي النهار في البحر؟ نعدي نهار في البحر وفي البواتشا وفي البالي وفي أي حكاية فهمت ديما نحوسوا وكذا. كنا نعمل في غطسة وشوية جو باش نروح. سخون الماء اليوم ولا بارد؟ والله بارد. بارد. عليها فاس على بكري. الحمد لله صاحبي هذاك هو جايين نحسك مهموم مش فاهم نحسك عندك كتله من الهموم احكي فرق مهمومين وقلقين فدينا جايين الشيخ هذاك هو نورمالمون تو في فاكونس مع الاصحاب وبحر وجو وحمامات تبدا شيخ والله شيخ فرحان غير متحشم شوي برك اول مره متحشم نحكي في ميكروفون قدام تلبس والله تو انت باش تروح من البحر تلقى روحك في علوش عيد غادي هيك نسهر ربي ان شاء الله ونذبحوا العلوش ونعملوا عشوية سمحة ومع الأصحاب زادة الصباح مع الدار وفي العشية مع الأصحاب كي نمشوا غابة من الغب كي تحكي على الغابة تحكي على الليقمي نحكي على الليقمي ونحكي على الدقلة ونحكي على الكرموس ونحكي على العنب ونحكي على برشا حاجات جبتوا ليقمي معاكم ولا والله جبنا معنا قراس في الطريق لا عطيناه والله ما ديناه لكلنا هنا في الحمامات الليقمي اللي هنا اللي نتعدي يقول لي كان على الليق يحكي لي كان على الليق هذيك الحاجه الوحيده اللي يسالوا عليه اللي مش موالف بالليق يشربوا اول مره يجري له الكرشو يعمل له الدياري يشربوا اول مره يرد ما عادش قد يروح ينسى طريق حوشهم يجرى كل شيء اسمه قداش من مره باش يستانس 5-6 مرات يبدا بالنص ما يشربش يطلع نص يبدا كان بالنص يبدا بشوي 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 يوالف لين يتحل في الشرب يولي لو إطرة ليقمي بقديش تخدم تو؟ ما بيعوش بالليتر كان بليتر ونص إطرة ونص بقديش؟ 2500 تحكي على الحلو تو ولا على المخمر؟ لا لا على الميت الميت باهي 2500 إطرة ونص معناها يبدا موس يدوس دوس 24 مريقل طو مريقل على الأخ ليبرا طالعة وجو مريقل ميت يروح فما عباد يشربوا بالأربعة بالخمسة إطرات صحيح هذا؟ فهم موجود عندنا حتى اللي يوصل اللي يشرب في الليلة 20 لتر نورمال الرقاب أو القطاع يخلص أكثر واحد؟ القطاع أكثر واحد إيه ومن بعده الرقاب اللي هو يبدأ يبدأ الثاني في رقبة النخلة؟ هذا كهو ومن بعد البطاحة ومن بعد ذاك الرقاب هذاك من الرقاي هذاكم آخر واحدين رقيت نخلة قبل ولا؟ هي أنا ولدي جريد كلكم تطلعوا النخلة؟ كل رقاي شكون تو يتجرأ يطلع لنا النخلة هذيك؟ يقولوا فما 132 نوع نتاع تمر صحيح ولا؟ والله واش نقول لك ولد عمي انا نعرف 4 أو 5 أنواع هذاك اللي عندنا في الجريد راك ولد دقاش يلزمك تعرفهم اي نعرف انواع وانواع ما نعرفهاش سمي لي شنو تعرف من الدقله والتمر نعرف الفتامي نعرف عليك الاخواج نعرف الكنتيشي دقله النور هذيك دقلتنا عاد والعماري هذه من احسن تمر عندنا احنا غادي بدي باش نسالك على حاجه تتصنع من العليك ومعروفة برشا في الجريد وشوية في قفصة الدقلة العبود العبود وي فما برشا حاجات زاد ما نعرفهاش جو الجريد وجو الحمامات شنو الفرق؟ جو الجريد إلا الناس الكل تحسها قريبة لبعضها الناس الكل مع بعضها حتى اللي يسكن بعيد كي يستحق يجينا يجي يلقى فهمت كيفاش؟ هنا تحس الناس كل واحد وحده كل واحد لاهي في اموره فهمت كيفاش بالرغم لهذيك منطقه سياحيه وهذه منطقه سياحيه بالرغم لهذيك منطقه سياحيه هذه منطقه سياحيه فهمت كيفاش لكن المونتاليتي تختلف المونتاليتي تختلف كي تدخل للغابه في الجريد
في تنبك سخانة وصيف تحس بالبرد، بارد الغابة. ثم ناس يمشوا من البحر للغابة نتاع الجريد، وثم ناس من الجريد كيفكم انتم يجوا للبحر. شنو هو تعطش الشمال للجنوب، تعطش الجنوب للشمال؟ لا مش كده، اسمعني، ما هو فما حاجه من حاجه. كما احنا غادي ما عندناش معنا ونشيخوا، ما عندناش بلاي سمحه، ما عندناش بحورات، ما نطلعوا لهنا باش نشيخوا، فهمت ولا؟ وهم فهمت ولا يحس بنفس الشيخ يحس بها. احنا لهنا يعبدوا غادي يشموا الهواء نتاعنا، الهواء تاعنا خل يعملوا دوره سمحه، فهم؟ اش تعمل في الدنيا، تقرا ولا تخدم؟ والله كنت نقرا وفهمت ولا، وخرجت وتو نخدم، تو هاني شابط من بلاصه بلاصه تو نخدم في كاميون، تو في شركه. شنو هو الحرقوس اللي كاتبه غادي؟ هذايا اسم طفلة نحبها ياسر ياسر ياسر، وليا 7 سنين نحبها، واسمها ناريمان. ناريمان شكوني؟ ناريمان مش جريد ولا من الحمامات هذي؟ جريد. مش جريد. حب لا يرى الشمس وكاتب اسمها. 7 سنين نحبها، ومن الاخر هي زاد ريمان، فهمت؟ ما تحبنيش، فهمت؟ يا ابو قلب 7 سنين تحبها هي ما تحبكش؟ من طرف واحد. عليها ما حبتك، شنو السبب؟ والله السبب اللي انا معناها كنت مشاكلي، وفهمت كيفاش، وصحابها يحكوا لها ديما اللي العبد هذا خايب وانا الحمد لله ربي ومحبه العباد، فهمت كيفاش؟ الحمد لله يا رب. باهي، وجه ناريمان رساله توا من التلفزه، نقول لها راني نحبك برشا ومستعد معناها نعمل المستحيل على خاطرك، تطلبي عيني وقلبي نحيا ونعطيهم لك. مش جريد زاده؟ اي جريد. اي صاحبك يحب ناريمان، وانت شكون تحب؟ انا نحب امل. امل؟ وي. شنو هي حكايه امل؟ والله يا حكايه مشي طويله ياسر، يما تعرفنا على بعضنا وفهمتني ولا انا سامبل امي وحبينا بعضنا تو كل واحد في طريق، ان شاء الله تفهمني وان شاء الله تفرج فيه تو. كلمه الامل على المباشر. نحبك ونموت عليك امل. مش جريد امل؟ اي مش جريد. مش جريد. هي تبادلك نفس الشعور ولا لا؟ يمكن حاجه ما عنديش فكره. شبيه الرجال كل شيء في البنات اللي يحبوهم، واحد يقول لي لا، واحد يقول لي يمكن. والله واش نقول لك، حتى احنا رجال ما نمشوش مع نساء قد برجليه. علاش؟ فهم شنو المشكل؟ ما نركحوش برجليه، احنا فينا غلطات، فهمت ولا؟ ما نركحوش مع الطفله اللي نحبها. مازال جيل عاده، يلزمك تفركع من بعد ترزق. اي هذاك هو، الناس الكل بدات كيكاك. هو كاتب اسمه بالحرقوس في رقبته، وانت وين كتبت الاسم خويا؟ انا كتبها في قلبي، انا مش بلازم اكتبها في بدني. قوة حب هذايا. الوشم هذايا شنو هي الوشم؟ هذه او ان اس؟ هذه انس. اي خويا اش دخل امل في انس؟ هذه حكايه طويله ياسر وقديمه. انا 7 سنين وياها الطفله هذه. امل حكايه قصيره وانس حكايه طويله. حكايه طويله انس. اي امل نسيتك في انس؟ نسيتني في الدنيا كله. بالحق؟ والله. حبيت نألف بك حكايه، رجعت بذكري مكان الماضي، لقيتو اسمك وسط رواي نهاية القلب عليك راضي، صبحت قريت وباغي نفهم جابك ليا، قول علاش ملكتيني مر ذيتش تفهم لي سئلتي حتى كيفاش، حرام عليك تطفي وردك مكفاك كساك وتخلف وعدك، سحر غرامك لمتى يغرك ومسيرك تندم كي تعاليت، حاولت عملت اللي يرضيك ولخصت كلامي من عالمنا وترجيتيني، ما نخلي كل اللي يحس ويفهمنا، قلبي اللي حبك ما ينساك حتى لو عاش العذاب يعيش بعمره يتمناك، محال يحسب ليك حساب. شنو معناها عبود للي يتفرجوا ويسمعوا باش يفهموها؟ انا نفهم عبود، انت تفهم، ثم اللي ما يفهمش معناها. تمر نرحو نرحو نعملوا له برشا حاجات يولي عبود. يولي عبود يعني كيما الباتمي هو تمر. ايه العبود ثم اللي يعملوه في وسط المقروض. ايه يعملوا فيه، لكن في الجريد ما يعملوش في وسط المقروض، ابار يستعملوا فيه استعمال اخر، ياكلوه مباشره بشويه فحات وحاجات اخرى. ايه ياكلوا فيه غادي. ياكلوه نساء باش يسمنوا؟ يقول والله والله نساء بكري يحبوا يسمنوا. علاش المراه الجريديه تحب تكون سمينه في نظر رجل تنزل على العبود؟ والله ما نعرف، هذه كل بلاد ورطاله. هذوما القدم يعرفوها. ايه القدم، احنا جيل نتاعنا ما يعرفها. عملت اصحاب ان هنا زو سيكيريتي في الكافي بار ان هنا وجاو نحلى جو، عطيتهم الليق وجعهم راسهم شوي. قوي عليهم؟ قوي عليهم. الليقمي باش يتخمر ويولي يخمر. شيشة. كل واحد كيفاش يخمروا؟ أقوى تخميرة في الجريد شنو؟ أقوى تخميرة سكر وتشيشة. وشيخر عاد. التشيشة هي اللي في شربة الفريك. شربة الفريك والخروف.
والسكر وش اخر؟ الخبز اليابس؟ لا لا من غير خبز يابس والليقمي الحلو نتاع النخله والخميره هذاك هو والبتشيه الزرق الكبير هذيك وخلط بسطل وكجاج كمل شك انا فا واعطيه باش تكمي؟ نكمون بالدجاج بكل شيء القاروره ب 2000 ونص والزوال يشرب ويشيخ في راسه هنا في الشمال يقولوا كاميه غادي يقولوا عدو عداء او عداء نعدي بكذا نعدي بكذا يعني يقول لك نكمي بكذا نكمي بكذا حتى في اللغه تختلف في برشا حاجات زاد هنا يقولوا مثلا باش شني عارف انت كيش يقولوا فيها نقعدوا كذا احنا غادي نقولوا هنا يقولوا باش نركشوا احنا غادي عن نقعدوا احنا نقعدوا فهم نعطوا نقعدوا مثلا في غابتي في ليه هنا باش نركشوا مثلا على الشط فهمت كيفاش البارح اش طيبتوا عشاء البارح اش طيبنا والله البارح ما كليتش عملنا رفسه عملنا رفسه رفسه الرفسه دي ماكلتش الحبس تشوفش كيفاش باكو شكوتوم واحده شاميه تهرسهم في بعضهم وكلش خلطهم بالحليب تولي قدك قوي هذيك هي